في كل يوم تزداد حاجتنا ويتوفر المزيد من التكنولوجيا والراحة والمنتجات على الرفوف، وتنشأ أيضاً أسئلة جديدة يومياً: ماذا في حقولنا وعلى أطباقنا في أدويتنا؟ هل أصبح العالم ساماً بسبب الحقبة الصناعية؟ المخاوف تتزايد. يتهم المواطنون الصناعات بإخفاء الحقيقة، والصناعات تنكر ذلك، فكيف نصدر حكمنا؟ لجأنا إلى العلم، طلبنا من الباحثين أن يحكموا على هذه المعارك الجديدة من أجلنا. طلبنا منهم أن ينزلوا إلى الساحة. العلم هو الحكم، وهذا يجعله مستهدفا بمحاولات التأثير عليه وإفساده والنيل منه. نعيش في عالم يحرص فيه الكثيرون على محاربة المعلومات وإنكار الأدلة العلمية وتشويه المبدأ القائل بأن العلم قادر على الوصول إلى الحقيقة عن العالم الطبيعي. يسعون جاهدين إلى تقويض العلم. علينا أن نحدد تلك الهجمات لفضح مناورات أولئك الذين يحاولون الوقوف في طريق المعرفة. وفي هذا السياق من الضروري أن نتعرف على أولئك الأشخاص وما يفعلون ولماذا وكيف يفعلون ذلك. يجب أن نفهم كيف يشارك الجمهور أحياناً في نشر الجهل، ولذلك نحن بحاجة لزيارة هذا المشهد من صناعة الجهل. في شمال اليونان كما في سائر العالم المتقدم يعاني النحل من مجزرة مستمرة. هذه الحالة المعروفة منذ التسعينيات أصبحت حالة نموذجية، وهي النقطة التي سنبدأ منها دراستنا لصناعة الجهل. تبدأ الأشياء دوما بتساؤل، ففي اليونان كما في غيرها عجز خبراء النحل عن فهم ما يحدث وسبب حدوثه. كان لغزا غامضا. لماذا يموت النحل فجأة بأعداد كبيرة؟ ظهر مربو النحل في البرامج التلفزيونية وهم في حيرة من أمرهم. ثانيا ظهر مشتبه به، وهو في هذه المرة جيل جديد من المبيدات الحشرية في الحقول، وهو أحدث منتج من صناعة الكيماويات الزراعية في ذلك الوقت. كل تركيبة هي نتاج لبحث متعمق من علمائنا. عندما ترش هذه المنتجات على محاصيلنا يموت النحل بالملايين. لهذا السبب توجهت الشكوك إلى هناك فورا. ثالثا طلب من العلم أن يحقق في الأمر، ولهذا الغرض تتنقل فنيهات جينا باستمرار بين مختبرها وخلايا النحل. يجب أن نعثر نحن العلماء على إجابة بمساعدة مربي النحل. لكن ثبت أن البحث عن الحقيقة يشبه لعبة القط والفار. دأب العلماء عادة على الاعتكاف في مختبراتهم، ومن ثم تفسير ما يلاحظونه على الأرض. طلبنا منهم تسليط الضوء على لغز موت النحل، كما فسروا لنا الكثير من الظواهر الأخرى. فدور العالم هو تحديد الآليات الطبيعية للوصول إلى تفسير لأبسط الحقائق القابلة للملاحظة. هكذا يعمل العلم في العادة، ويحل المزيد من الألغاز، وهذا يؤدي إلى زيادة معرفتنا بالعالم المحيط بنا. لكن هذا المبدأ الرصين يواجه بعض المطبات أحياناً. وبالنسبة للمراقبين العلميين فإن حالة اختفاء النحل هي رمز لذلك. كان ينبغي في قضية النحل والمبيدات أن نكون قادرين على جمع البيانات وتتبع الأدلة. محور القضية هو أننا عندما نعثر على دليل يخبرنا بما يحدث فإننا نقول الحقيقة كاملة وندعوها لتأخذ مجراها، كما أننا نلتزم بصورة أو بأخرى بقبول الحقائق التي تضمنها تلك النتائج. لكن الأمور لم تجري على هذا النحو في قضية النحل.
في بداية الألفية الثالثة أظهرت تقارير حكومية مختصة أن استخدام النيونيكوتينويد حتى بكميات قليلة يقتل النحل. وبعد مرور 20 عاماً ما زال الإجماع غائباً حول وجود صلة بين تلك المبيدات واختفاء النحل. لماذا يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟ يجب أن تتمتع بملاحظة دقيقة لترى الصورة كاملة. عندما ظهرت مشكلة النحل، كانت الغالبية العظمى من الدراسات تركز على أسباب بعيدة عن المبيدات كمسببات الأمراض الطبيعية، ومنها فوروا ونوسيما والفيروسات والممارسات السيئة في تربية النحل والتغير المناخي وفقدان الموائل والإضاءة الليلية والزنبور الآسيوي والأجناس الغازية الأخرى كخنفساء خلايا النحل. أي أن الأبحاث ركزت على الأسباب غير المرتبطة بالمبيدات الحشرية أكثر من المبيدات الحشرية نفسها. نظرة سريعة على قواعد البيانات العلمية تثبت أنه بمجرد الشك في المبيدات الحشرية سنجد أن عدد الدراسات العامة أو الخاصة التي تتناول أسباباً أخرى سوف يزداد بصورة كبيرة. شعرت السلطات البيطرية بالحيرة. لم نتوصل إلى استنتاج بأي شكل من الأشكال، وليس عندي إجابة، ولا أظن أن أحداً يستطيع أن يجيب. كلما زاد عدد الدراسات قلت قدرة مربي النحل على فهم ما يحدث. التناقض سيد الموقف، إلى أن ننظر إلى قضية قديمة. عندما يركز عدد كبير من الدراسات الجديدة على مجال محدد، يسود انطباع بأنها تسعى للوصول إلى الحقيقة، لكن هذا يذكرني على الفور بقضية شركات التبغ الكبرى. لكي نفهم، علينا أن نعود بالزمن إلى الخمسينيات، عندما كان التبغ يعامل ببعض التهور. لكن ذلك التهور لن يدوم طويلاً. مما يتكون هذا المنتج؟ في ديسمبر من عام 53 ظهرت أخبار سيئة. فقد أصاب الباحثون الفئران بالسرطان عبر طلاء أجسامها بالقطران من السجائر. أشعل هذا الاكتشاف حربا مستعرة. بدت شركات التبغ في أزمة حقيقية، فهي لا تستطيع الاعتراض على الأدلة العلمية واتهامها بالخطأ، فكانوا يقولون إنهم لا يعرفون. وهكذا عقد رؤساء شركات التبغ الكبرى اجتماعا في مدينة نيويورك. نعرف الآن أنه عقد اجتماع في فندق بلازا في نيويورك في شهر ديسمبر. حضره رؤساء شركات التبغ السبع الكبرى المعروفة باسم بيج توباكو. تخيلوا المشهد. أيها السادة، دعونا نغوص في صلب الموضوع. وسيدخل ذلك الاجتماع حوليات الجهل. إنه تحد لكل منا، ونحن نواجهه معا متحدين. في مواجهة التقدم العلمي وضع مصنعو السجائر خطة. أطلقوا هذه الحملة التي قالوا فيها: لقد اطلعنا على الدراسات العلمية ونعتقد أنها تشوبها الأخطاء، وهذا ما يثير قلقنا. ولهذا سنطلق حملة لتوضيح هذه النقطة الأساسية حتى لا يفشل أحد في إدراكها. قرروا أن يصدروا بياناً عاماً للجمهور. نتعهد بتقديم العون والمساعدة للجهود البحثية حول تعاطي التبغ وعلاقته بالصحة، ولهذا الغرض سنؤسس لجنة مشتركة لإجراء الأبحاث في قطاع التبغ. نشرت الصحافة البيان تحت عنوان: قطاع التبغ سيمارس البحث العلمي. صدقوني إن تشسترفيلدز يوفر من أجل استمتاعكم بالتدخين وحمايتكم كل المزايا التي يثبتها العلم. تشسترفيلدز يقدم لكم الحقائق العلمية. افتتاح مركز أبحاث التبغ لم يكن بغرض تعزيز المعرفة، وإنما لإنتاج معرفة هدفها دحض الحقائق المثبتة، أي أنهم كانوا يستخدمون وسائل علمية لتنفيذ العلوم الراسخة. هذا هو توظيف العلم ضد نفسه.
أعتقد أن الاستخدام الفج للعلم ضد العلم يمثل نقطة تحول تتمثل في تمويل البحث العلمي لتقويض العلم أو إطفاء النار بالنار، وهي نقطة تحول بالتأكيد. بعد أن قرروا ذلك، كيف نفذوا القرار؟ ركز قطاع التبغي على تمويل الأبحاث التي تسمى الأبحاث المشتتة للانتباه. وضعت المختبرات الممولة من صانعي السجائر مشاريع بحثية تعرف باسم المشاريع الخاصة، وهي مجندة بالكامل لتحريف العلم. درسوا على سبيل المثال سرطان الرئة لدى غير المدخنين، بحثوا عن العلاقة بالبيئة وظروف العمل والعادات الشخصية، أجروا تجارب على الأرانب ليروا ما إن كانت السموم أو الفيروسات تسبب سرطان الرئة. مول صانعو تبغي المئات من المشاريع البحثية بسخاء كبير. تبين أن لبعض تلك الأبحاث فوائد جمة، مثل دراسة مؤشرات الإصابة بأمراض القلب الوعائية، لكن دراسات أخرى كانت سخيفة، مثل هل تعرض الجلد لصفار البيض أو عصير الطماطم يسبب الأورام؟ وما هي الصلة بين سرطان الرئة والصلع؟ أو بين هذا السرطان وشهر الولادة؟ ذكرت إحدى الدراسات أن مواليد شهر مارس أكثر عرضة للخطر. الهدف هو القول بأن الأسباب متعددة، ونشر الجهل بالتغطية على الأمر بغزارة البيانات، وهي استراتيجية مقنعة، لأن سرطان الرئة ربما تشترك فيه عوامل متعددة، والتعرف على عوامل الخطورة المختلفة شيء مألوف في العلم، فالدراسة من وجهة نظر متعددة أمر مشروع تماما، لكنها يمكن أن تكون مفيدة جدا لزرع الارتباك. بات إثبات المذنب من شبه المستحيل، وذلك هو المطلوب. إنه أسلوب مفهوم تماما، وهو النبراس الذي اهتدى به كل منكري العلم في الحالات الأخرى التي أعقبت ذلك. تكرر ذلك مع التبغ والأمطار الحمضية وثقب الأوزون والمبيدات الحشرية والتغير المناخي والنيونيكوتيدات والبيسيفينول وحبوب منع الحمل. يعني أننا شاهدنا هذه الاستراتيجية تستخدم مرارا وتكرارا. الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهي للأسف استراتيجية ناجحة. في حالة التبغ انقضى 70 عاما وما زالت مستمرة. وفي حالة نفوق النحل يتعرض تقدم المعرفة لعرقلة متعمدة أيضا. أعتقد أن 20 عاما تباعد دون طائل. نحن نتحدث عن عقود من المعلومات المضللة وعقود من التأخير. وفي غضون ذلك تجني الشركات أموالا طائلة. عندما تحاك كذبة علمية على مدار عقود طويلة، أين تظهر الشقوق فيها أولاً؟ بعد 40 عاماً من صدور التحذيرات الأولى من التبغ، أقدم موظف بسيط في الولايات المتحدة على عمل غير كل شيء. وصل الصندوق الذي أرسله إلى جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. في ذلك اليوم وجد البروفيسور غلانس نفسه أمام مفاجأة. في 12 مايو عام 1994 وصل إلى مكتبي صندوق مجهول المصدر يحتوي على وثائق، وهي وثائق داخلية أرسلها كبار المسؤولين في صناعة التبغ وكبار علمائهم ومحاميهم، وكذلك كبار الإداريين ومسؤولو العلاقات العامة عندهم، وهم يتحدثون بكل صراحة عما يعرفونه عن مخاطر التدخين. وجد البروفيسور كنزاً غير متوقع. كان أشبه بالعثور مصادفة على عالم جديد. زاد عدد الوثائق المسربة وظهرت الحقيقة، وشعر رؤساء صناعة التبغ أنهم محاصرون. أيها السادة، الوثائق التي ظهرت مؤخراً تجعلني أقل ثقة في حرص شركاتكم على الحقيقة. تشير الوثائق إلى أن المحامين ربما تلاعبوا بالأبحاث العلمية،
وإن صح ذلك، فاعلموا أن هذا السلوك غير مقبول ولن نسمح به أبدا. أمام الأدلة القاطعة اضطر رؤساء صناعة التبغ للكشف عن وثائق تغطي عقودا كاملة. بدأت المجموعة ببضعة آلاف من الصفحات، بلغ عددها الآن 93 مليون صفحة. هذه الوثائق محفوظة الآن في أرشيف جامعة سان فرانسيسكو، وهي تتضمن تفاصيل التلاعب الكبير بالعلم، الأساليب المتبعة وتجنيد الباحثين والمبالغ المالية المدفوعة. من بين تلك الوثائق مذكرة داخلية من عام 69 و900 و1000 تلخص بمفردها ما قررت صناعة التبغ أن تنتجه. الشك هو منتجنا، لأنه أفضل وسيلة لزعزعة الحقائق الراسخة في أذهان عامة الناس، والشك أساس لإثارة الجدل. الاستراتيجية الأبرز هي إثارة الشك في العلم، والشك سلاح مثالي، فهو فعال وخبيث، لأن الشك جزء من العلم نفسه، بل هو الذي يحرك العلم في الأصل. فنحن ندرس الأشياء لأن لدينا تساؤلات بشأنها، لأننا فضوليون، أو لأننا نشك في كفاية التفسيرات القائمة، لهذا فالشك من لوازم العلم. الشك أساسي في العلم، فنحن نقول دوماً شكوك علمية، لكن ثمة نوعان من العلم: العلم الراسخ الذي لم نعد نشك فيه ككرويات الأرض، أو أن التفاحة تسقط بسرعة 9.8 متر في الثانية المربعة، فقد قاسها جاليليو ونستطيع أن نقيسها اليوم ولن تتغير النتيجة. أي أن الشك هنا لم يعد قائما، الشك موجود في العلم المستمر فيما ندرسه وفي الفرضيات المقترحة. وتقوم استراتيجية الشك على الادعاء بأن العلم الراسخ والمقبول لا يزال موضع شك. ما فعلته صناعة التبغ هو أنها حولت الفضيلة إلى رذيلة. استخدام المنهج العلمي ضد العلم نفسه، هذا ما كشفت عنه الوثائق. أثارت هذه الكشوفات حماس المؤرخين والمبلغين، وظهر بفضلها مجال جديد في البحث. كم منكم كانوا يعلمون شيئا عن قصة التبغ قبل أسبوع من الآن؟ تعلم ناومي أوريسكس طلبتها كيفية التعرف على العراقيل الموضوعة أمام العلم. أدى اكتشاف هذا الخداع القائم منذ زمن طويل إلى ظهور نطاق جديد من الأبحاث الأكاديمية يدعى أجنيتولوجي، أو دراسة صناعة الجهل. نشأ علم صناعة الجهل، وبدأ الأكاديميون في الكشف عن منابع جهلنا للنظر فيما لا نعرفه، وهو مجال دراسي مثير للفضول. تعرضنا للسخرية في البداية، لأن الناس ظنوا أن دراسة غياب المعرفة أو الجهل ليست دراسة أكاديمية، لكنني أعتقد أن من ضحكوا في البداية أصبحوا الآن يشعرون بشيء من القلق، لأنهم أدركوا مدى انتشار هذه المشكلة. ما الذي يمنعنا من المعرفة؟ يطرح الكثيرون هذا السؤال، ويشجعون الخبراء على مغادرة جامعاتهم ومخاطبة الناس علانية. سوف أعرض خلال هذه المناقشة الأساليب المختلفة للتفكير في الجهل، ولا سيما عبارة الجهل الاستراتيجي. وسوف نطلب منكم أن تفكروا في أمثلة من حياتكم العملية على الجهل الاستراتيجي. ظهر فهم جديد للجهل. كان مصطلح الجهل يشير إلى ما لا نعلمه وقد يكشف عنه البحث العلمي يوماً ما. أما الآن فقد وجدنا أنه يمكن إنتاج الجهل بنشاط. نحن الآن مدعوون للبحث عما يعرقل المعرفة، الأشياء التي توقف تقدم العلم عمداً أو بغير قصد، وحتى في بعض الأحيان عما نفضل عدم معرفته. الكشف عن ذلك كله ليس سهلاً، ولذا فإن دراسة الجهل تحتاج إلى التقدم بشكل منهجي. وهو مجال بحثي مدهش تدخل فيه علوم النفس والاجتماع والتاريخ والعلوم السياسية والمعرفية وعلوم الحاسوب والشبكات. هنالك الكثير من المجالات ذات الصلة التي يمكن أن تساعدنا في فهم كيفية صناعة الجهل وكيف يمكننا أن نحمي أنفسنا منه. ما زال هذا الوعي الجديد في أيامه الأولى، لكن السباق محتدم، لأن الإنتاج الاستراتيجي للجهل مستمر في محاولته بلوغ الكمال. ولفضح ذلك يجب علينا الغوص في تفاصيل الممارسة العلمية.
تدخل الابتكارات بانتظام إلى الأسواق مصحوبة بنصيب عادل من الشك. هل هي خطر على صحتنا؟ وكم مقدار الجرعة المناسبة؟ هذا هو السؤال الأهم الذي تنشأ عنه أدق المعارك. بدأت واحدة من تلك المعارك في المختبر في عام 1989. كارلوس سوننشاين وأنا سوتو عالم أحياء دأبا على دراسة لغز الانتشار الخلوي في الخلايا السرطانية. فجأة وأمام أعينهما بدأت بعض الخلايا المزروعة في أنبوب اختبار بالانتشار دون سبب ظاهر. كانت الدراسة شبيهة بتحقيقات شيرلوك هولمز في محاولة معرفة مصدر هذا الانتشار، لأن أول ما ينبغي علينا فعله هو تحديد المصدر. أعاد النظر في إجراءاتهما وفي كل قطعة من معدات المختبر. 4 شهور من التوتر، وأخيرا توصل إلى الجاني وهو أنابيب الطرد المركزي، والتي كان ينبغي أن تصنع من مادة خاملة لكنها لم تكن كذلك. كان البلاستيك المستخدم يحتوي ويوزع مادة تتصرف مثل هرمون الأستروجين. أثار هذا الاكتشاف اضطرابنا أنا وكارلوس، شعرنا أنه اكتشاف كبير. إذا وجدت هذه المادة هنا، فهل توجد في أماكن أخرى؟ في الألعاب؟ أو في القوارير؟ أو في أوعية الطعام؟ أو في كل المواد البلاستيكية التي ينتهي بها المطاف في البيئة؟ وما هو تأثير ذلك على أجسامنا؟ السؤال الأهم هو معرفة الجرعة التي يمكن أن يتعرض لها الجمهور دون التعرض لخطر كبير على الصحة، وهذا السؤال هو في الحقيقة جوهر كل المعارك. يدرس علماء سموم تأثير المنتج إكس على الصحة. تعرف العلماء منذ مئات السنين على قاعدة بسيطة ومقنعة يتناسب الأثر طرديا مع الكمية المستهلكة. تنطبق هذه القاعدة على السكر والدهون وأي منتج آخر. تنص قواعد علم السموم على أن الجرعة هي مفتاح السم، وفي هذا السياق فإن ما يقل عن الجرعة لا يعد سما. وفقا لهذه القاعدة، فإن مادة البلاستيك التي لها خصائص الهرمون وينتهي بها الأمر في أفواه الأطفال الرضع لا تمثل مشكلة، لأن الكمية المبتلعة من الأستروجين الصناعي ضئيلة. صواب أم خطأ؟ هذا هو أساس المعركة. أجرى الباحث فريد فومسال تجربة في جامعة ميزوري، وكان أول من يجري تجربة خاضعة للرقابة على حيوانات مخبرية لمحاولة تقييم نشاط مادة بلاستيكية شائعة تدعى بيسفينول أي. تركيبتها شبيهة بتركيبة الأستروجين. إنهم يستخدمون هرمون الجنس في صناعة البلاستيك، وهذا جنون. قضى البروفيسور فومسال وطلبته سنوات طويلة في ملاحظة الفئران المعرضة لجرعات مختلفة من البيسفينول A. لقياس أثر المنتج درسوا ما يحدث عند عتبات الرصد باستخدام آلات شديدة الحساسية، وحققوا اكتشافا هز المجتمع العلمي بأسره. تبين أن الضرر على الجهاز التناسلي كان يحدث عند أقل من 25,000 مرة من الجرعة التي تعتبر آمنة، وقد أصابنا ذلك بصدمة كبرى. كان اكتشافاً كبيراً لعدة أسباب، أهمها هو أن أضرار الجرعات القليلة من بعض تلك المواد تفوق أضرار الجرعات الكبيرة. فما أهمية ذلك؟ لأن علم السموم يبحث في أضرار تلك الجزيئات عند الجرعات العالية، ولا يبحث إلا نادرا جدا في أضرارها عندما تكون الجرعات ضئيلة، وهي التي يتعرض لها أغلب الناس. عندما تكون الجرعة منخفضة لا يتصرف بيسفينول A كالسموم المعتادة، وإنما يتصرف كمسبب لاضطراب الغدد الصماء، أي أنه يزعج هرموناتنا ويعطل الجزيئات التي تنظم من بين أشياء أخرى جهازنا التناسلي، ويمكن أن يتسبب في أضرار مدمرة عند أقل جرعة قابلة للملاحظة. بكلمات أخرى،
بدأت الدراسات تكشف عن علاقات غير متوقعة بين الجرعة وتأثير المنتج، وقد سبب ذلك زلزالا في أوساط علماء السموم. كنا نرفض مسلماتهم، ولم يقبل مجتمع علماء السموم بذلك. قالوا نحن نرفض هذا. جاءت مقاومة علماء السموم عن حسن نية، لكنها كانت أيضا مواتية لصانعي البلاستيك. ليس الأمر أن الناس يريدون عمدا تقويض العلم، فالبعض يمكن أن يكون من غير قصد وبحسن نية أدوات في جهود الآخرين لإنتاج الجهل الاستراتيجي. ينتج الجهل بطرق كثيرة، منها الخبيث ومنها غير المقصود، ومنها ما يكون بحسن نية ثم تترتب عليه عواقب. وأعتقد أنه من الضروري أن ندرس السؤال العام حول كيفية إنتاج الجهل، لأن من ينتجون الجهل ليسوا جميعاً من الأشرار، ولكن بعضهم كذلك. يقدم صانع البلاستيك دعماً مالياً للأبحاث البديلة، وبفضلها يمكن للمتحدثين الرسميين الإعلان عاماً بعد عام عن أن الجرعات الصغيرة لا تؤذي. توصلت أكثر من 100 دراسة مستقلة إلى أن التعرض لمركبات BPA في الحياة اليومية يقل بألف مرة عن العتبة الآمنة. أنا أقول شيئاً وتقول الصناعة غير ذلك، ولا بد من تفسير لهذا الاختلاف بيننا. أراد فومسال أن يفهم، فجمع دراسات منشورة حول الموضوع وبدأ في البحث عن السبب في تفاوت نتائجها. لم أنم كثيراً في تلك الأيام وشربت الكثير من القهوة. وجد أن 93% من الدراسات الحكومية أكدت وجود أضرار للبيسيفينول أي عند الجرعات الضئيلة، بينما لم تصل إلى هذه النتيجة أي دراسة ممولة من الصناعة. وتمكن أخيرا من معرفة سبب هذا الاختلاف، وهو أفضل كثيرا من الكذب، حيلة ماكرة في المختبرات. أنفق الكثير من الوقت والجهد لمعرفة كيفية إجراء دراسة لا تظهر أي تأثيرات لهذه المادة الكيميائية. كيف تفعل ذلك؟ أولاً ابدأ بنموذج الحيوانات المناسب، وهذا يبدأ بقوائم الفئران والجرذان المتوفرة للمختبرات. يمكنك اختيارها تبعاً لصفتها الحيوية، ويمكنك أن تفصلها كيفما شئت وفقاً لاحتياجات التجربة التي تعتزم تنفيذها، ويمكن توصيلها إلى مختبرك مباشرة. استخدمت المجموعات الصناعية حيواناً غريباً لإثبات أن البيسفينول أي لم يسبب أي ضرر. إذا أردت أن تثبت أن البيسفينول أي غير استروجيني، فستختار سلالة من الجرذان لا يتحول فيها البيسفينول أي في أجسامها إلى مركب استروجيني. عليك أن تتوخى الحذر الشديد إزاء النموذج الذي تختاره حتى لا تختار النموذج الخطأ، فقد تختار النموذج الخطأ عن غير علم، أو قد تختار النموذج الخطأ وأنت تعلم ذلك. فكيف تفعل هذا؟ فئران مصممة بعناية لإثبات براءة بيسيفينول A، حيلة أخرى ناجحة من خدع مضللي العلم. وهكذا يتم إخفاء أكثر التدابير شراً في التفاصيل، كما هو الحال في بروتوكولات الأبحاث، وهي مجموعة من القواعد صعبة التطبيق ولكنها تضمن جدية الدراسة. الأمر لا يتطلب سوى بروتوكول فاسد أو قاعدة معطلة لدفع التقدم العلمي بعيداً عن المسار الصحيح. لذا فإن ما هو على المحك هنا هو وضع السياسات وفق أسس علمية، أي ما إذا كانت السياسات تستند إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة، أو ما إذا كانت مصممة لإرضاء صناعة معينة وسعيها لتحقيق الأرباح. يستهدف صناع الجهل المجالس والبرلمانات في الدول الديمقراطية والتي تملك حظر المنتجات المشكوك فيها أو السماح بتداولها. السادة الأعضاء، ننتقل الآن إلى التصويت على مشروع هذا القانون. عندما نتخلى عن السياسات المبنية على الأدلة العلمية نتخلى عن الديمقراطية. يمكن استخدام الزجاج أو البلاستيك في صناعة زجاجات الرضاعة للأطفال دون البيسفينول أي. في ذلك اليوم حضر البرلمان الفرنسي زجاجات الرضاعة المؤذية، لكن الحظر شمل مسببا واحدا لاضطرابات الغدد الصماء في منتج واحد يباع في بلد واحد فقط، وهو انتصار صغير بعد 20 عاما
من قرع أول جرس إنذار. وهكذا فإن تهديدا خطيرا للصحة العامة يتم التستر عليه. نلاحظ وجود زيادة حادة في مشكلات الأيض لدى السكان، إلى جانب السمنة والسكري والسرطان المعتمد على الهرمونات والاضطرابات العصبية السلوكية والعقم. المتهم الرئيس في هذه الزيادة الكبيرة هو مسببات اضطرابات الغدد الصماء، لأن أجسامنا باتت مشبعة بها. في غضون ذلك يستمر المدافعون عن صناعة البلاستيك في غرس بذور الشك. وجود مادة كيميائية في الجسم لا يعني أنها ضارة. هذه التأكيدات منتشرة على الإنترنت. نعم، BPA آمن. نشاهد على شاشاتنا مؤسسة ليس لها صلات ظاهرة بالصناعة تتحدث عن بيسيفينول A ومصادر الطاقة وموت النحل والمناخ والمكملات الغذائية ورعاية الحيوانات والصخر الزيتي وغيرها. على الإنترنت ينتشر العلم المصمم حسب المقاس. الفئة المستهدفة هي عموم الناس، نحن وآراؤنا. فكل ما علينا لإبداء تأييدنا أو رفضنا لاستخدام الديزل أو المعالجة المثلية أو السجائر الإلكترونية هو الضغط على إعجاب أو تغريد أو إعادة التغريد. هذا هو الرأي العام اليوم. توفر الشبكات الاجتماعية مجهولة المصدر والعالمية منتدى مثاليا لتضليل النقاشات. في هذا المبنى يراقب الناس هذا النقاش العالمي. يضم معهد النظم المعقدة خبراء في الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات. يعملون على تطوير أدوات لتحليل النقاشات الدائرة على الشبكات الاجتماعية. خلال 3 شهور حل ديفيد تشافالارياس وفريقه 20 مليون منشور حول المناخ، كلها أتت من تويتر وانتشرت في كل مكان. من يتحدث مع من؟ وكيف يشتبك المشككون في التغير المناخي مع خصومهم في هذا الفضاء الافتراضي؟ وضع الفريق نظاما يمكننا من تمثيل هذا الجدال الهائل بالصور. كل نقطة تمثل شخصا، الخط بين الشخصين يعني أن أحدهما مرر منشور الآخر. كلما مررنا منشورات بعضنا اقتربت النقاط من بعضها أكثر. يتجلى أمام أعينهم أكبر جدل علمي في العالم. لدينا هنا جميع حسابات تويتر التي يشكك أصحابها في التغير المناخي. كما ترى فإنه مجتمع متميز من حيث مشاركة المعلومات عن المجتمع الآخر الذي يتكون من أولئك الذين يتفقون مع الإجماع حول المناخ. لدينا هنا 140,000 حساب، أي الكثير من البشر. عندما يصبح النقاش قابلا للملاحظة، انظر ماذا نستنتج؟ هذا مثير للاهتمام. على جانب المشككين يبقى المركز نشطا دائما، لا يتوقف هؤلاء عن التغريد أبدا. عددهم أقل لكنهم أكثر نشاطا، أي أنهم يحاولون موازنة النقاش. بالضبط، فهم مفرطون في النشاط. لبعض الحسابات 100,000 أو 100,000 تغريدة في 10 سنوات، وهو رقم كبير. هكذا يغزون تويتر، هذا جنون. عندما ينشر متعصب حججه بكميات فلكية، فهذا ما يعتمد عليه المشككون في التغير المناخي في معركتهم، أن يبقى مجتمعهم حيا حتى لو كان يناقض الأدلة العلمية. يسود شبه إجماع في المجتمع العلمي على أن الاحترار العلمي لا شك فيه وأن أثر الإنسان واضح، لكن هذا الإجماع لا يفرض نفسه على الإنترنت. كثيرا ما نشاهد الحقائق العلمية وهي تثبت خطأ المشككين، وهذا يشكل خطرا على مجتمعهم يتمثل في فقدانهم للأعضاء. ومن هنا تنشأ ردة فعل تصحيحية لنحو 3 أيام يمطرون خلالها الشبكات الاجتماعية بوابل من الحقائق البديلة التي تحافظ على حضورهم في هذه البيئة المعولمة. لولا الشبكات الاجتماعية لما استطاعت هذه المجتمعات أن تواجه الحقائق التي تفند معتقداتهم بكل سهولة. من ينشر الفكرة المشككة في التغير المناخي ولماذا؟ لنعد إلى المنشورات. هذا الحساب على تويتر يسمي نفسه معهد هارتلاند. ماذا وراء هذه النقطة؟
معهد هارتلاند هو هذا المنزل المقام على شارع هادئ، مكاتبه يعمها السكون. نحن الآن في إحدى المؤسسات البحثية المشهورة في العالم، تنتج هنا التغريدات ولكن أيضا المقالات والمؤتمرات والكتب. لدى معهد هارتلاند خبراء في الشؤون المناخية ومدير للاتصال بشأنها، لكن ليس بينهم عالم واحد، وهو ما لم يمنع هذه المؤسسة من نشر العلم المناقض لحقيقة التغير المناخي. الأدلة العلمية الموثوقة تشير إلى عدم وجود أزمة مناخية، بل من المؤكد أننا لا نواجه هذه الأزمة. من المعروف على نطاق واسع أن معهد هارتلاند يتعاون مع علماء يشككون في كون الإنسان سبباً لأزمة مناخية، وهذه السمعة التي اكتسبناها في العالم تجعلنا مكروهين في أوساط الكثير من الناس. عندما يجتمع المشككون في التغير المناخي يكون معهد هارتلاند على رأس القائمة دائما، فهو الذي يرعى أو يشارك في رعاية هذا النوع من المؤتمرات في ميونخ بألمانيا. تعريف الآخرين بطرق الوصول إلى الحقيقة الوسيلة الوحيدة لنشر هذه الطريقة العلمية، سيكون النصر للعلم الصحيح وللحقيقة. من هم الباحثون الذين يستمرون في الشك بعد حصول الإجماع؟ هل هم مشككون لأنهم أكثر وعياً وتوخياً للدقة من غيرهم؟ ما هو الأساس المنطقي للقول إن الطقس الأكثر دفئاً هو شيء سيء؟ لا يوجد أساس. هل تدفع لهم صناعة النفط لإنكار تأثيرات ثاني أكسيد الكربون على المناخ؟ نحن لا نواجه كارثة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. من المألوف البحث عن مصالح مشتركة بين المشككين في التغير المناخي والصناعة، لكن وفقاً لناومي أوريسكس إن التفسير الأفضل يوجد في مكان آخر، وبما أنها مؤرخة فقد درست المسارات الوظيفية لأوائل من شكك من العلماء في التغير المناخي، وبعضهم من كبار علماء الفيزياء البارزين. عندما اطلعنا على أوراقهم ومذكراتهم والخطابات التي تبادلوها، وجدنا أن الدافع الأول لم يكن المال بل الأيديولوجية. حظي أولئك الرجال بمناصب رفيعة خلال الحرب الباردة، وكانوا يؤمنون بكل صدق وإخلاص بالتهديد الشيوعي. في ذلك الوقت كان الصراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يدور في الفضاء. زعامة أمريكا على الأرض تتطلب زعامتها في الفضاء. طلب من الفيزيائيين الأمريكيين إعداد برنامج عسكري وفضائي، العلم في خدمة الأيديولوجيا. كانوا يعتقدون أن العمل الذي يقومون به يساعد على احتواء التهديد الشيوعي وحماية الديمقراطية الأمريكية. بعد ذلك انهار العالم الشيوعي وانتصرت أمريكا، ولكن الفيزيائيون المنخرطون في الحملة لضمان تفوقها لم يتخلوا عن أسلحتهم. بعد فترة وجيزة عقد في واشنطن مؤتمر شارك فيه فريد سينجر، وهو من رواد السباق الفضائي، ومع ذلك لم يكن حديثه عن الصواريخ وإنما عن المناخ. عليكم أن تدركوا أنه لا يوجد دليل علمي حقيقي على ما يسمى بالاحترار العالمي. بعد نهاية الحرب الباردة بدأ أنهم بحاجة إلى عدو جديد، وهذا العدو الجديد هو مناصرو البيئة الذين كانوا يصفونهم بأنهم شيوعيون مستترون. ماذا يريدون؟ ما هو هدفهم؟ الهدف الحقيقي هو السيطرة السياسية على الاقتصاد. يستغلون ما يسمى أزمة المناخ التي سببها الإنسان حتى يصلوا إلى مكان يسعون إليه دائما. يتعلق الأمر بإعادة تشكيل المجتمع ووضعه في قوالب اشتراكية، لذا يقف معهد هارتلاند في وجههم ويقول لا. بعد أولئك العلماء الذين اعتنقوا تلك الأيديولوجيا، من الواضح أن معهد هارتلاند هو وريث تلك الحقبة. نشأتي كطفل كانت أيام الحرب الباردة، الحرية لا تقدر بثمن. ولكن لدينا الآن ما يسمى التغير المناخي والذي يشكل تهديداً للحياة على الأرض، وبما أنه ذو تأثير عميق فإنه يحتاج تدخلاً جذرياً، وهذا ما لا يستطيعون قبوله. لماذا؟ لأنك إذا كنت متعلقاً عاطفياً بالأسواق الحرة فإن التغير المناخي سيشكل تهديداً عاطفياً جدياً، لأن التعامل معه يستلزم تغيير مقارباتنا في العمل، والبعض يجد صعوبة كبيرة في ذلك. إنه يستلزم التخلي عن ركوب الطائرات والمركبات العاملة بالاحتراق.
وهذا يعني تدمير ربع سيارتكم وربع محطات الطاقة الخاصة بكم. أعتقد أن نمط معيشتنا في خطر. ولا يوجد سبب علمي لذلك. نمط معيشتنا واستهلاكنا النهم وطرق الإنتاج لدينا، هذه هي الأشياء التي يجب علينا أن نغيرها إذا أثبت العلم مسؤولية البشر عن الاحترار العالمي، وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة للبعض. العلم مقبول ما لم يشكل تهديدا لمعتقداتنا وقيمنا، ما دام لا يحول بيننا وبين حياتنا المرفهة وغير المسؤولة. وماذا لو كنا في دواخلنا بحاجة أيضا إلى عدم المعرفة؟ حدد علماء النفس بوضوح الآليات المعرفية الفردية التي من خلالها دون أن ندري نبني معتقداتنا ونحد من معارفنا عن طريق تحويل دماغنا إلى مصنع صغير للجهل. ستيفان ليوانداوسكي، أستاذ علم النفس في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، يبحث عن العلاقة المعقدة بيننا وبين العلم، ويتساءل عن كيف نتعامل مع إجماع علمي لا يلائمنا. إذا شعر الناس بالتهديد من قبل العلم وأدركوا أن العلماء كلهم تقريبا متفوقون على ذلك، فسيضعهم ذلك في حالة من الصراع أو التنافر المعرفي. ماذا أفعل بمعتقداتي عندما أجد أن العلماء كلهم متفقون على أنها باتت مهددة؟ مرحبا، لابد أنك ألي، أهلا بك في التجربة، شكرا لحضورك. سوف يجري البروفيسور تجربة ويستقبل المتطوعين الراغبين في المشاركة. شكرا على حضورك، سأرافقك إلى المختبر. اجلس أمام الحاسوب. أريد أن تقرأ النصوص ثم تنقرين في الأسفل عندما تكونين جاهزة للمتابعة. في البداية يريد أن يقيم سلوك كل منهم تجاه القضايا العلمية ويتعرف على توجهاتهم السياسية ومدى تقبلهم أو رفضهم لنظريات المؤامرة، ولهذا الغرض يعرض عليهم عشرات البيانات ويطلب منهم الإجابة على ما إذا كانوا يوافقون عليها أم لا. لم يعد ثمة شيء يدعى الحقيقة. تستطيع المنظمات السرية التحكم في الناس نفسيا. للاشتراكية مزايا عديدة على الرأسمالية. من بين 100 عالم في المناخ، كم برأيك منهم يعتقدون أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تسبب التغير المناخي؟ لذا هذا هو المكان الذي نحلل فيه البيانات من التجربة في الوقت الفعلي. أظهرت النتائج وجود علاقة متبادلة بين آرائهم في القضايا العلمية ومعتقداتهم السياسية ومدى استعدادهم لتقبل نظريات المؤامرة. عندما يطلب منهم تفسير وجود إجماع علمي، فإنهم يلجؤون إلى المؤامرات عندما يتعارض الإجماع العلمي مع آرائهم حول التطعيم والتغير المناخي وغيرهما. ولتفنيد الإجماع العلمي، من المفيد أساساً القول: حسناً، العلماء يتبعون ثقافة القطيع، أو إنهم يتبنون أجندة سياسية، وهم جميعاً منخرطون في مؤامرة. في اللحظة التي أفعل فيها ذلك، يمكنني أن أرتبط أكثر بمعتقداتي وأرفض الإجماع العلمي. وما يثير الدهشة هنا هو أن قضية التغير المناخي قضية مهمة بدرجة كبيرة، ولكن كلما كانت آراء الناس أكثر محافظة، كانوا أشد ميلاً للاعتقاد بأن العلماء يتواطؤون معاً للوصول إلى إجماع. هل الحقائق العلمية تهدد رؤيتك للعالم؟ إذا تبنى نظرية تقول بأن العلماء جميعا متواطئون ضد الحقيقة. ماذا يريدون؟ ما هو الهدف الحقيقي؟ يستخدمون ما يسمى أزمة المناخ مجرد غطاء. تطغى نظريات المؤامرة على العديد من المجالات العلمية، ويطرح كل امرئ نظريته الخاصة. يحتوي فيروس كورونا المهندس حيويا على جزيئات نانوية يمكن تفعيلها بواسطة شبكة الجيل الخامس، وهكذا. فإن المطعوم والجزيئات النانوية تحقن في جسمك بصورة متزامنة. هذه الجائحة ثمرة تخطيط محكم. الجريمة الكاملة ضد الإنسانية. العلاج موجود لكنهم يرفضون الإفصاح عنه. تنتشر الإشاعات والإشاعات المضادة، بعضها يهاجم الروايات العلمية والبعض الآخر يهاجم المهاجمين. أخبار زائفة. ينقسم الناس على الشبكات إلى طرفين متخاصمين. هل حلت هذه المواجهات محل المقاربة العلمية الدقيقة؟
هل أصبح لكل طرف حقيقة تخصه؟ إذا أخذت هذا القلم وأسقطته هكذا على الأرض فهذا هو قانون الجاذبية، لا مكان للرأي هنا. مهما كانت معتقداتنا لا يمكننا تجاهل الواقع. ضحايا التغير المناخي وضحايا التلوث بالجزيئات الدقيقة أو المصابون بالأمراض المعدية في المناطق التي توقف فيها إعطاء التطعيم، هذه الوجوه تذكرنا بأننا لا نستطيع تجاهل الحقائق العلمية من دون عواقب. الحقائق تفرض نفسها في النهاية، ورغم كل شيء فإننا نزداد معرفة على نحو تراكمي جيلا بعد جيل. قبل بضعة قرون كان المجنون وحده من يتحدى الإجماع ويصرح بأن الشمس والنجوم لا تدور حولنا، وإنما الأرض هي التي تدور مثل لعبة الخذروف. الرواد الذين حاولوا إثبات ذلك دفعوا أثماناً باهظة، فقد حضرت أعمال كوبرنيكوس وسجن غاليليو في بيته مدى الحياة، ووجدت أبحاثهم مقاومة شرسة من المعتقدات السائدة في تلك الأيام. علينا ألا ننسى أن العلم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن السياق الاجتماعي العام يضع قيوداً على العلم. قبل 300 عام كانت التطورات العلمية الجديدة تقف في مواجهة الكنيسة، واليوم انتقل دور الكنيسة إلى السوق. لقد أصبحت السوق هي السلطة التي يصعب تحديها. زمن آخر، ظروف أخرى، ما يحرك عالمنا اليوم هو الاقتصاد. عندما يحل قانون السوق محل قانون الكنيسة، فما هي القيود الجديدة التي ستفرض على العلم؟ وهل ستقرر هذه المواجهة الجديدة أي الأبحاث سيقبل؟ هناك بالطبع حالات لباحثين أدينوا بتعارض المصالح، وهم العلماء الذين يتخلون عن الموضوعية تحت تأثير الدعم المالي، لكن قبضة الاقتصاد على العلم تفوق بكثير تلك الحالات الفردية. لا يمكن فهم تأثير قوانين السوق على البحث إلا إذا نظرنا إلى الصورة الكلية. الإطار العام الذي تتم فيه الدراسات العلمية يؤثر كثيراً على اختياراتنا للعلم الذي ندرس. يؤطر اقتصاد السوق العلم بطريقة تعطي قيمة للعلم المربح الذي يمكنه جني المال. يجب على الباحثين أن يجنوا المال أو يجدوه، وهكذا تحول العلم إلى سوق يحاول كل امرئ فيه لفت الأنظار. تتنافس المختبرات مع بعضها، يحاول كل منها أن يبرز مميزاته ويستخدم الكلمات الرنانة الجذابة. في مطلع القرن 21 كانت الكلمة الجذابة هي الجينوم. إذا قلت إنك تعمل في مجال الجينوم الذي يدخل في صناعة الأدوية فستحصل على ملايين الدولارات. لذا في عام 2000 كان الباحث يستخدم مفردة جينوم. في عام 2010 أصبحت الكلمة السحرية هي تكنولوجيا النانو، وفي عام 2020 أصبحت الذكاء الاصطناعي. صوفيا، أعتقد أنك جاهزة. المنافسة القائمة توجه العلم نحو وجهة معينة. لقد طوروا عقلي قليلا وزاد ذكائي الاصطناعي، هذا رائع جدا، يمكنني المشي. وفي غضون ذلك أهمل عدد كبير من المجالات العلمية وتركت مهملة. أهملت مجالات علمية عديدة لأنها أقل جاذبية أو أقل ربحية على المدى القصير. أشار بعض الباحثين إلى مشكلة ما يسمونه العلم المهجور، وهو العلم الذي لم يعد يثير اهتمام الباحثين بسبب ضعف الدافع التجاري لدراسته. العلم المهجور هو ببساطة العلم الذي لم يجد من يقوم به. هو تجارب لم تنفذ ومختبرات لم تفتح ودراسات وبائية لم تحدث لأنها لم تجد التمويل، وكتب علمية لم تكتب وأبحاث طبية لم تنشر. هذه هي مساحات الجهل الشاسعة التي لا نستكشفها لأنها غير مربحة، أو لأننا نفضل ألا نعلم عنها، أو لأننا لم نتخيلها قط.
لا حدود لحاجتنا إلى المعرفة ولا لدهشتنا من العلم، لكننا نرى أن العلم الآن مهدد. فيروس ينتشر ومعه ينتشر إنكار العلم. كوفيد-19 ليس مشكلة، إنه ليس قاتلا، والكثير منا لا يرونه مشكلة. الجائحة انتهت. تتكاثر الجدالات وتعيق فهمنا. لم تثبت أي دراسة علمية جدوى الكمامة. خوف خوف خوف. مشروب ساخن مع العسل والليمون، وظهر العلاج المعجزة. الكواينين والتونيك تشوابس، سخنوهما جيدا لأن الفيروس يكره الحرارة. فيروس كورونا، فيروس كورونا. المعتقدات المتحيزة تدخل العقول. هذه خدعتهم الجديدة. نستطيع أن نرى طرق صناعة الجهل التي فككها لنا بشكل منهجي رواد علم التجهيل. أعتقد أن أحد الأسئلة التي يمكن الحديث عنها هو لماذا ينجح ذلك؟ إنهم يتحدثون في أرقى جامعات العالم ويستمع إليهم الآن في المنتديات والموائد المستديرة وفي وسائل الإعلام. دعوا العلماء يتابعون البحث، وكذلك في التحقيقات واللجان البرلمانية. شهادتي مبنية على 15 عاما من البحث في تاريخ علم المناخ. ما زالوا مجرد عدد قليل. أفكار مسبقة حول الموضوع، لكنهم بالنسبة لنا نحن عامة الناس قوة جديدة يعتمد عليها. إنهم يطورون الأدوات والأساليب ويسلطون الضوء على وسائل حماية رصيدنا المشترك من العلم وتقدمه الحثيث.